طبعا احنا بنجهز في الفرقه دي بقالنا سنتين، تعبنا معاهم كتير، لان لما تبقى عامل منتخب من كل فروع الاكاديميه فبياخد وقت وبياخد مجهود، فطبعا ده مشكور عليه طبعا كابتن شطه وبعد كده كابتن رامي عبد الحفيظ طبعا. فالحمد لله الحمد لله يعني قدرنا نحقق مجموعه كويسه، قدرنا نجمع منظومه كويسه من الولاد، اشتغلنا معاهم بشكل كبير. يعني الوقت مش كافي، بس الحمد لله على كل حال يعني احنا دلوقتي وصلنا لمستوى بشكل كبير احنا راضيين عنه احنا والجهاز، فالحمد لله على كل حال، واتمنى للولاد التوفيق. التحضيرات بتاعتنا احنا من اول السنه بادئين مع الولاد بشكل كويس جدا، والحمد لله الولاد خامه كويسه. وبالنسبه يعني هو في جاب كبير بينه وبين قطاع الناشئين بسبب عدد ايام التدريب مش كافيه، لان زي ما كابتن مصطفى قبل مني وضح ان احنا بنجيب الولاد من كل محافظات الجمهوريه غالبا 24 اكاديميه، فبيبقى الموضوع السفر للولاد بيبقى صعب جدا عشان خاطر نجمعهم كل يوم، فبيبقى مشقه عليهم وتعب وغير مصاريف ماديه وطبعا فالاحوال، بس على قد ما نقدر احنا شغالين معاهم كويس ومن بدايه الدوري ماشيين كويس جدا. احنا في بدايه الموسم دايما بنعمل اختبارات، احنا عندنا كذا فرع بنعمل اختبارات للولاد وبنجمعهم وبنختار افضل الولاد في المرحله، كل مرحله من المراحل اللي احنا بنلعب فيها في الدوري الحالي. فالحمد لله عندنا اولاد مميزين جدا، 2012 على سبيل المثال عمر هيجيتا ومحمد الوكيل من الحراس المميزه جدا جدا، موجودين معانا من السنه اللي فاتت. وبس احنا طبعا الموضوع الايد مغلوله شويه، في حراس تانية كويسه قوي في المراحل ديت، بس ما بلاد حيل برضك شغالين عليهم في الفروع، واللي هنحتاجه هنجيبه، لكن اللي موجودين الحمد لله بنشتغل عليهم بشكل كويس قوي وحراس مميزين وهتشوفوهم ان شاء الله. برضه طبعا منطقه القاهره بتعمل مهرجانات البلاعم 2014 و2013 و2012 و2011. احنا هنا النادي الاهلي طبعا احنا بنشكر الكابتن محمود الخطيب وكل القائمين يعني على النادي الاهلي اللي هم برضه يعني النادي الاهلي بيساعد المنطقه كتير وبيدينا بيوفر لنا الملاعب بتاعته كلها عشان خاطر يعني اللي بيلعب دلوقتي والله النوبي واسمنت حلوان وحدائق حلوان، يعني كل الناس بتيجي النادي الاهلي. احنا داخلين في بنجهز الشهادات دلوقتي عشان احنا بنكرم جميع اللعيبه، بنلعب الماتشات بتاعتنا بدون نتائج، هنحاول نلعب في وسط الاسبوع اللي جاي بعد الساعه 3 عشان ندي اكبر كميه. انا عايز الحد الادنى للاولاد كلها يبقى 14 ماتش او 16 ماتش للاولاد كلها تكون لعبوا، يعني اي لاعب بيتمنى يلعب في النادي الاهلي. فالاولاد اللي موجوده معايا مواليد 2013 دول اولاد يعتبر من افضل الاولاد او العناصر المميزه الموجوده على مستوى الاكاديميات. دي حاجه برضو عاملها كابتن رامي عبد الحفيظ وكابتن شطه باتفاق مع كابتن بدر رجب وقطاع ناشئين وكابتن تامر حفني وكابتن وليد سليمان. عايزين ان احنا الاولاد بتاعنا احنا بنشتغل مع الاولاد في الاكاديميه وكده، فبنعمل شغل كويس جدا وبيبقى فيه لعبه كويسه جدا، فبنبص فجاه بنلاقي اللعبه راحت أندية تانية وبتاع الأهلي مش محتاجه. فدي ده الجانب الهدف الثاني للأكاديمية اللي هو الهدف المهم بالنسبة للنادي. هي فعلا مرحلة صعبة جدا جدا لأن الأولاد لسه صغيرين جدا وما بيستوعبش بسرعة، هو طبعا بيستوعب بس ما بيقدرش ينفذ الكلام دوت إلا مع التكرار بقى ومع الوقت، وبنحاول قدر المستطاع بنقرب كل الأولاد من بعض في المستوى، حتى اللي مستواه شوية بيبقى أقل بنحاول ندخله سنه سنه لحد ما بيوصل للمستوى الاحسن من كده، وربنا بيسهل يعني، وكلهم بيبقوا زي الفل وعاملين ماتشات جميله جدا وابتدوا يتطوروا وشكلهم بقى كويس جدا وتحس ان هم لعيبه كبار. احنا السنه دي مشاركين في المنتخبات بتاعه الاكاديميات كلها كل الفروع، احنا عندنا المنتخبات 2011 و12 و13 و14 دي المنتخبات بتاع فروع الاكاديميه كلها. الحمد لله بدانا عملنا الاول زي تصفيات كده لكل اللعيبه المميزه في كل الفروع على مستوى الجمهوريه كلها او مستوى الفروع بتاع الاكاديميه كلها على مستوى الجمهوريه. الحمد لله اخترنا او يعني اصطفينا احسن اللعيبه او احسن المواهب الموجوده في كل المراحل السنيه في الـ في الـ في الاكاديميه، والحمد لله احنا السنه دي يعني يمكن مش اول سنه، دي ثاني سنه بنشارك فيها، والحمد لله يعني السنه اللي فاتت كل المراحل السنيه اللي احنا شاركنا فيها خدنا بطوله البراعم او يعني يعني حصلنا على المركز الاول في كل المراحل السنيه اللي احنا شاركنا فيها باسم الاهلي به، والحمد لله ربنا كرمنا، والسنه دي برده مكملين على نفس الكلام.